نسأل الله أن يتقبل من الحجيج حجهم وأن يوفقهم للأعمال الصالحة، وجزى الله ولاة أمرنا خير الجزاء على عنايتهم واهتمامهم بهذه الأماكن المقدسة. الشيخ صالح، هناك الحقيقة موضوع نسأل فيه كثيرا والآن يتناقله الناس ويقولون بأن الوقاية خير من العلاج، كما تعلمون في بأن الإبل ناقل لفيروس كورونا. اشرحوا لنا حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، وماذا يجب على الجميع تجاه هذا الموضوع؟ نعم، قبل أن نسافر للحج حضر عندنا وزير الصحة ومعه بعض الأطباء، فأفادونا بأن الإبل تحمل أو بعض الإبل تحمل هذا الفيروس المعدي بإذن الله، وطلبوا من اللجنة الدائمة مع سماحة المفتي الفتوى بالاقتصار على ذبح البقر والغنم، وأن لا تذبح الإبل في هذا العام خشية من العدوى بلحمها، وهذا من الوقاية، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتوقي فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقال عليه الصلاة والسلام لا يريد ممرض على مصح، وهذا من باب الوقاية والحجر الصحي. فهذه السنة لا تذبح الإبل في الهدي والأضاحي لأنها تحمل هذا الفيروس كما قرر الطب ذلك، والحمد لله في البقر والغنم غنية ولله الحمد. نعم، أحسن الله إليكم على هذا التوجيه.